Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. اول اربع عجلات أنا جيت أقول لك أنا موافقة على الزواج وكل شيء طلبته من عندي. أخيراً، مع أن المهلة لم تنتهي بعد. عندي شرط. شرط؟ اعتبره طلب. أخوي روفان يحضر على زواجي، بعدها يعيش ويانا. موافق. غدا تجهزي يا عروسة، لقد صبرت كثيرا ولا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. غدا أنا واثق أن نفس الشخص اللي حذرني وقت ما كنت متراقب مات بطل، رفض يعترف برغم التعذيب، رغم كل شيء. أنا والله بديت أخاف عليك. أنت تعرف إذا وقعت بإيدين هذول المجرمين والله ما راح يرحموك. أنا بعد ما أخاف، وما راح أكون أحسن من اللي استشهدوا على مود العراق. مع أني يوم ما فكرت أجي الموصل كان عندي هدف ثاني، لكن هسا مو ندمان ومستعد أضحي بنفسي حتى السلام يعم بلدي وأهلي وناسي ويعم العراق كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم أخاكم أبا يحيى الذي سيرأس قسمكم منذ اليوم.
وهو الذي سيتابع معكم كمسؤول عن سياساتي والخطط من أجل جلب وإقناع الكثيرين من دول العالم لانضمام إلى دولتنا الإسلامية. أهلا بك يا بحي. شكرا أيها الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد من كل واحد منكم تزويدي بعدد الذين يتعامل معهم وفي أي دول يتواجدون، وأريد أيضا تزويدي ببياناتهم الشخصية كي نعلم الكثير عن تفاصيلهم وعن حالاتهم الاجتماعية، ولكي نبدأ العمل وفق منهج علمي بإذن الله. أكيد أسلمت. ولا تريد أن تتزوج إلا في حضورك. لا أعرف كيف أشكرك يا أبا الدرداء. أختك عنيدة ولم تلن إلا بعد أن تحدثت إليها. أشكرك. علي أن أذهب الآن كي أتهيأ لحضور زواج أمير الحرب. مبارك إن شاء الله، جعل الله من نصيبك زواجا أفضل من هذا الزواج. ومن أين لي بعروسك عروس أبا عبد الله؟ سمعت أنها طبيبة جراحة وسبق أن أنقذت حياته بالرغم من أنها سبية أزيدية. طبيبة جراحة وأزيدية؟ تخيل. ما اسمها؟ لا أعرف اسمها. هل من الممكن أن نحضر زفاف الأمير كي نبارك لها؟ طبعا ممكن، سنلتقي مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك. مبارك يا أمير. مبارك يا أمير. مبارك يا أبا عبد الله. أحلى الوجه، تعرفش قد ما اشتقت لك. أنا كلش فرحان إنك رحتيش وياي. أخبرني الأمير أبو عبد الله أنك أسلمتي. هي أنا على موتك أسوي أي شيء. وماذا تحفظين من القرآن الكريم؟ عادني ما حفظت. وتصلي صلاة صحيحة وشرعية؟ لم أمشي قبل عقد القران حتى ما يزعل أميرنا أبو عبد الله. تمشي وين تمشي؟ لا تلزميني. حطي نقاب على وجهك. أنا أختك. أنا أختك، يعني ما ألبس نقاب قدامك أنت من محارمي. هذا لو كنت مسلمة، لأني لست معترفاً بإسلامك. إسلامك هذا إسلام ظاهري، يعني ليس من القلب والعقيدة، إسلام منافقين. أنت لا تحفظين آيات من القرآن ولا حتى تعرفين أركان الإسلام ولا حتى تصلين صلاة صحيحة وشرعية. أنت منافقة ولست مسلمة. كافي رفعنا، كافي. أبو الدرداء رفعنا. وأنت مو أختي، ولا تطلبي مني مرة ثانية أجي عندك أو حتى تفكري أني ممكن أعيش وياك. شرفتني يا أبا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا بك؟ سأذهب مع أبو جعفر للرقة.
وليس بيننا اتفاق. جوها يا مو اختي، واسلامها مشكوك بي، واني اتبرأ منه ليوم الدين. ابي الدرداء. مولاي، هذا ابو الدرداء اخو العروسه، وهو من افضل شباب واشبال الخلافه في الرقه. مرحبا بك، بارك الله فيك. لا تحزني، سوف اذهب واحضره اليك فورا. ماذا بك؟ لا تلزمني، انا زوجك. لا مو زوجي، اني اسلمت ووافقت اني اتزوجك على مود تجيب لي روفان، وما دام روفان رفضني اني مو مسلمه ومو زوجتك. تريدين ان ترتدي عن دين الاسلام وتعودي الى دين ابائك؟ اني مو مسلمه، هذا الاسلام ظاهري، تفهم؟ ظاهري، اني منافقه. هل تعرفي ما هو حكم الرده؟ الموت، اقتلني وريحني. واضح انك تحتاجين الى الراحه والهدوء. اني اريدك تنام برا وتقعد برا، ولا تقترب مني ولا تلمسني لحد ما تطلقني. حاضر، سوف افعل كل ما تريدين. أكيد هذا كابوس مو حقيقة. ما ممكن تكون جوانا تزوجت من هذا المجرم. مستحيل أقدر أصدق، لكن أنا شفت زواجها بعيني. مو قادر أصدق اللي شفته. الموت أرحم، الله الموت أرحم عندي من هاي اللحظة. شلون يا جوانا؟ شلون وافقتي تتزوجي من مجرم مثل هذا؟ شلون؟ جيب الصينية. بدأت وتحسنت. أحسن شوية، قالت لي إنك وعدتها. خيرا إن شاء الله، خيرا. وين رايح؟ كي أطمئن عليها وأتأكد أنها سوف تأكل. أنت مو قلت لها ما راح تنام مرة ثانية في الغرفة؟ شنو هذا الصباح الحلو؟ أكملي نومك. شنو هذا؟ شنو صار؟ كانت أجمل ليالي العمر. لا تخجلي مني، أنا زوجك. شو سويت بي؟ شوقي إليك دفعني فوضعت منوم في العصير. اغتصبتني! اغتصبتني! اغتصبتني ليش؟
ليش هيك سويت؟ زوجها هو من حقي. بس انت وعدتها. لم أعد بطلاقها أو أني لن ألمسها، لكن صبرت عليها كثيرا وهي الآن زوجتي، برضاها أو غصبا عنها أخذ حقي الشرعي. اذهبي الآن وأكملي التماثيل حتى أحقق لك رغبتك في الخروج من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا طالبة الطلاق يا مولانا قاضي القضاة، طلقني منه. حرام عليك يا أم الحسام، ليش تريدين تطلقين وجابتني لهنا؟ ليش تريدين تطلقين؟ لأن زوجي هذا ظالم ما يخاف من الله، كل يوم هي يضربنا أنا وأولادي وينومنا جوعانين. تجدا تحكين؟ ماكو إيش حكي، ليش تتبلين علي؟ مادام هي مطيقة عشتك طلقها، ليش تبقيها على ذمتك وهي كرهك؟ لا أنا ما أطلق وبهدل جهالي وأهدم بيتي. إذا ما طلقتها أسجنك. ليش تسجن يا مولاي القاضي؟ خذ ارمي في السجن. أنا ما سويت شي مولاي، ما عندي شي يعني. انت ايش تسوين يا شيماء؟ كل يوم تروحي لقيس وتطبخي له وتاكلي معاه وتطمني عليه، تقعدين تحكين وياه وما تريدين تعوفينه. يا ترى اهتمامك بيه حالة إنسانية ولا؟ بس قولي لي ايش بيش يا بنتي؟ الصاير شكو يماش صاير؟ يعني صايرة ترجعين متأخرة بالليل وتبقين طول الوقت ساكتة، حتى عشاء بطلتي بعد تتعشين وياي. آسفة يما، والله حقك علي، بس تعرفين أنا دا أروح الحنان حتى تفهمني المحاضرات اللي تاخذها بالجامعة، وهي خطية ما تخليني أرجع إلا وأنا متعشى وياها. انت ليش ما طلقتها من عنده؟ انت القاضي الشرعي وهذا من حقك. وانا لو طلقتها منه حتى اتزوجها زوجها راح يحكي في كل مكان اني طلقتها منه حتى اتزوجها، والناس كلها تصدقوا. واحنا ايش راح نستفاد من حبسته؟ احنا بالكوخ خلينا ام حسام توافق. انا راح افكر في طريقه اضمن بيها اني بعد ما طلق ام حسام انه ما يحكي ولا كلمه. جوانا كافي اللي تسوينها بروحك. ما اصدق ما اصدق، شلون انا خليت هذا المنشم يخدعني؟ حتى لو كان هو صار زوجك لا تقولين هاي الكلمه، ما اريد احد يقول اني مو زوجته. اني مو زوجته، هذا اغتصاب، هذا مو زواج، مو زواج. اهدي اهدي عشان تقدرين تفكرين باللي ناوي تسوينه. جسمي مو ضايقته، احس روحي من داخل روحي تلوثت. أنا بعت لنفسي بصفقة قذرة، ما حد دفع ثمنها غيري. قولوا للوسخ يطلقني، قولوا للوسخ يطلقني. أنا ما أريد شي يربطني بيه حتى ورقة، ما أريد. راح أقول له، راح أقول له وإن شاء الله يسمع كلامي، راح أقول له بكل شي تريدينه. خلي يسوي اللي أنا أريده، خلي يطلقني
لاني راح اموت روحي لو ما طلقني ولا يقترب مني. قولي للحيوان اللي قاعد يسمع برا لا يقترب مني، لان لو اقترب مني راح اقطع بسناني. سامع؟ اخوتي، اطلعت على بعض تقاريركم عن الشباب والشابات الذين تتواصلون معهم من اجل اقناعهم بالانضمام الينا والى دولتنا، ولدي بعض الملاحظات حقيقة. وما هي الملاحظات يا أبي يحيى؟ اولا العدد قليل جدا، لا يكفي ان يتواصل كل واحد منكم مع شخص او شخصين يوميا، يجب ان يزيد هذا العدد، فالعدد مهم جدا لنا. ثانيا، اساليب الاقناع والتاكد من حقيقة الشخص وحقيقة رغبته في الانضمام الينا، يجب ان يكون هذا مدروسا بشكل افضل. تفضلوا. شكرا يا ام السعد. بالعافيه. خير؟ قلتي انك رايدتنا بشغله مهمه. هي شغله طلبتها من عندي ام الوليد ومولانا ابو الوليد. شنو هذه الشغله يا ام السعد؟ فهمينا. مهمه نفذوها انتو اثنيناتكم، ولكم مكافاه كبيره جدا ومجزيه. ادلوا بشهاداتكم في المتهم. لقد رأيناه يصلي في بعض الحسينيات قبل هزمها. انت ايش تحكي؟ كذب يا مولاي. وسمعناه يروج للمذهب الشيعي في تلك الحسينيات قبل هدمها، وكذلك وسط جيرانه. والله العظيم كذب، والله العظيم كذب. اسكت يا كذاب يا منافق. يعني انت تريد ان تخفي تشيعك، ويمكن تكون تتجسس على الدولة الإسلامية لحساب أعدائها. أنا مسلم سني وعمري ما تجسست على أحد. مثلك لا تجوز له الاستتابة، لذلك راح أحكم عليك بالإعدام شنقا وينفذ الحكم فورا. خذوه. والله العظيم أنا مظلوم، والله العظيم أنا سني، والله العظيم أنا مظلوم، والله العظيم أنا سني. إحنا هيك يا ممتاز شهدنا شهادة زور. لا، هي شهادة حق، ما دام مولانا قاضي القضاة أبو الوليد متأكد من تشيع هذا الرجل. إحنا كل اللي سويناه تأكيد على الحقيقة والقصاص من رافضي مرتد وكافر. لا لكن ولا شيء يا سمير، هو أمور ربنا سبحانه وتعالى، أمرنا بأن نطيع أولي الأمر. بعدين أنت كنت تريدنا نخسر هاي الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد صدر الحكم على المتهم بالإعدام بتهمة تشيعه. هذا ما قاله الرجل قبل أن يعدموه. شيء غامض في هذه القضية، عليك التقصي يا أبو عمرو. أنت إلى الآن واضع أبو الوليد في فكرك؟ له دين في رقبتي يجب رده، وإن شاء الله هو من سيسن السكين التي سأذبحه بها. يا أبا عبد الله ما بك؟ أراك هذه الفترة غاضبا. إلى أين العزم؟ عندي. أنت زوجتي، برضاك أو رغما عنك. أنا مو زوجتك، لو قربت مني رح أموت نفسي، تفهم؟ تعال. أريدك، أنا وحدي اللي أقدر أغير مزاجك الليلة. زياد، أنا قدرت أحصل لك أسماء أكثر من 30 شاب وفتاة أوروبيين، أعمار بعض الفتيات ما توصل ل15 سنة، كلهم أبدوا استعدادهم لانضمام داعش. يتواصلون مع مكاتبنا ومع اللجان الإلكترونية عندنا،
راح أدز لك عناوينهم وأسماءهم وبريدهم الإلكتروني حتى تتصرفون بالشكل المناسب. بارك الله بك قيس. وإحنا بدورنا راح نبلغ السلطات المسؤولة بالدول الأوروبية عن منع سفر الفتيات المراهقات من مطارات أوروبا إلى تركيا والعراق وسوريا. والشباب راح ننبه أهاليهم بلكت يقنعوهم برفض الفكر الداعشي. زياد، لازم تكون خطواتكم بمنتهى الحرص. أي تحري غير مدروس عن هذول الشباب ممكن يفتح باب للشك، وداعش تفتح تحقيق بالموضوع، وهذا الشيء يمسني. اطمئن. ما ترد علي يا قيس؟ رحت وين؟ شبيك شو شكلك ما عاجبني هالأيام؟ لا لا، ماكو شي زياد، ماكو شي. أريدك تطلق جوانا، شيلها من بالك. أنا أساعدك وأدلعك وأخليك شهريار زمان. دلع وسعادة وشهريار. سوف أقيدك حتى لا يوسوس لك شيطانك. بعدما ننتهي أن تذبحيني مرة أخرى. مبروك حبيبتي، مبروك، شايفة كل الخير. ألف مبروك أم الحسام. أم السعد. نعم مولانا. هاي لسمير وهاي لممتاز. أشكرك مولانا، ما تقصر. أم السعد، خليني أترك البرسان. مع السلامة. السلام. أصبر شوية يا مولانا. ولش بعد ما بقدر أصبر؟ أنا نسات وشفتك في الحمام وأنا منتظر لحظة على ناطر. أنت جد تتباوع عليك بالحمام؟ تعال. أحسنت، أحسنت. أكملي بسرعة، أبا عمر قادم في المساء لاستلام التماثيل ومعه آخرون، ومن الغد إن شاء الله تبدأي في تماثيل جديدة. تم المطلوب وحطمنا التماثيل المزيفة وصورنا ذلك، أما التماثيل الأصلية فهي الآن في المخزن. يستطيع التجار الكفرة استلامها في الليل وكالعادة. سلم ثم تسلم. لن يلمسوا شيئا قبل أن يدفعوا نقدا. عفوا مولاي الأمير، ونصيبي أنا. سأحفظه لك. أما أنك لا تثق بي؟ لا، كيف ذلك؟ هاي التماثيل اللي اشتغلتها أنا؟ هاي مو التماثيل الأصلية. يعني هم هيك فكرت. يا
يا ابن الحرام. سيدي، ها قائمة جديدة بأسماء الفتيات المراهقات من مختلف الدول. ممتاز. زياد، فوراً تبلغ الجهات الأمنية ببلدانهم حتى يمنعوهم من السفر والالتحاق بعصابات داعش. يعني نستخدم نفس الأسلوب السابق سيدي؟ إيه طبعاً نفس الأسلوب. وواضح أنه صديقك قيس دا يشتغل شغل ممتاز بالموصل. رهانك عليه كان كلش مضبوط. أشكرك سيدي. تفضل زياد. شكراً سيدي. مفروض تشكريني لأني بدلت التماثيل الأصلية بالمقلدة، وإلا كانت كسرت. ويكون قلبك على التماثيل الأصلية اللي كانت بالمتحف واللي حطيت بدالها التماثيل المقلدة. وديت التماثيل وين؟ في الحفظ والصون. بالحفظ والصون؟ ولا هربتها برا العراق؟ حتى لو أحافظ على التراث العالمي من الدمار، ليس هذا ما تدعون إليه. شقد قبضت على هذه اللعبة؟ ماذا؟ هل تودين التبليغ عني؟ هسه فهمت سر اهتمامك بي يوم اللي خرجتني من السجن وأخذتني المستشفى وهددت الدكاترة بالقتل بحال صار لي شيء، كلها على مود التماثيل المقلدة. ليش ساكت؟ مو هاي الحقيقة؟ مو أنا الغبية اللي انضحك علي باللعبة القذرة مالتك؟ أبو عبد الله، أنا رح أعرض عليك صفقة. صفقة؟ إي صفقة. أنا وكريستين ما رح نحكي بموضوع التماثيل لأي أحد. بس عوفنا، خلينا نترك الموصل، رح نضل ساكتين، تتسانى وننساك. غدا إن شاء الله نتحدث في موضوع الصفقة.